كل اللي وعدونا فيه ما في منه شيء، مثل ما عم تحكي تفضلت وحكيت. ناطرين هلا لنشوف، يعني لا في حدا من الاداره عم يتجاوب معنا، ما عم نشوف حدا. اول السنه وعدنا بشغلات كثيره، الفريق حيتظبط. يعني شو بدي خبرك، لا تجهيزات لا شيء لا مصاري، 4 أشهر مش مصرياتنا مش قابضينهم، ما في حدا من الاداره عم بيطلع على الفريق. يعني وحنبلش الاياب وما حدا نطلع علينا، واجانبنا بعدنا هنا وزيتنا، وضعنا كثير تعتير. ليك اللعيبه ما فينا نحملهم اكثر من طاقتهم، في لعيبه كانت عم تعمل ريسك باول مرحله، عم تترك شغله وعم تيجي على التمرين، هلا بطل فيك تطالبهم بهيدا الشيء، هلا ما عم بيقدروا يجوا، اللعيبه تحملوا كثير وبعضهم عم يتحملوا، بعد ولا مرة قالوا بدنا نبطل المعاش بدنا نيجي، ولا مرة قالوا بدنا هلا حقوقنا، تاركين كل مرة بنموعد وتاركين نحن، وعم نيجي عم نواظب على التمرين وعم نواظب على كل شيء، عندنا خامات كثير منيحة من لعيبة خبرة لشباب لكل شيء، حتى الأجانب كثير منيح يلي معنا، بس نحن يمكن القصة منا مش كل شيء مادية، في قصص هي معنوية، بدنا نشوف الإدارة قاعدة برا مجتمع حدنا، وهذا اكيد بيعطينا شيء معنوي يمكن يكون بمراحل لبعض اللاعبين اهم من الشيء المادي. انا بوجه رساله للاداره انه يلتفتوا علينا شوي اكثر، وبنهايه المطاف بعتقد انه يعني يبعدونا نحن عن المشاكل الاداريه اللي بنيناها. اذا هذا كان راي اللاعبين. شو قال فؤاد حجازي مدرب الحكمه؟ مرحلة الإياب أنت مثل ما تعرف، يعني مرحلة الإياب هي يعني ما في شيء مختلف عن مرحلة الذهاب، يعني لأنه إمكانيات النادي عنا لا ما بتسمح أبدا أنه نقدر نغير أجانبنا. نحن هاي هي المجموعة بعدها، هي بذاتها مجموعة اللاعبين اللبنانية والأجانب، مثل ما بنقول عم نشتغل باللحم الحي، عم نشتغل باللحم الحي صراحة. يعني هذا كريدت كبير للاعبين. يعني أنا دائما عندي طموح وما بيأس من هذا الموضوع، والأمل موجود دائما، الأمل موجود. إذا الإدارة ما بدها تطلع وتنظر للفريق، فعلى الله مثل ما بقول السلام. يعني بالنهايه نحن عم نعمل واجبنا، انا مستمر مع النادي لحتى هي الفتره، عم نستمر نحن واللاعبين عم نضحي من وقتنا بظروف، حتى يعني بدي اقول لك شو الموضوع، انه اللي هو اتصالنا مع النادي، الاتصال الكونتاكت بيننا وبين النادي مفقود، يعني الا بامور صغيره، ومثل ما انت شايف هيدا جونا نحن بشكل عام. لا اقول لك انه شو بدنا نعمل بالاياب، نحن تاركين على رب العالمين وعلى همة الشباب، نطلب من هالاداره الكريمه هي توقف وقفه معنويه، وقفه تشجيع، تكون موجوده معنا تساندنا. نحن ما عم نطلب شيء مستحيل، نحن كل اللي علينا كل المطلوب مننا نحن هي في مستحقات للاعبين، في مستحقات. طبعا يعني عم يستصرخ الضمائر فؤاد، واضح. خلينا نشوف اداره الحكمه شو بتقول، والرئيس الفخري للنادي شو بيقول. نحن هلا بوضع انتقالي، نحن هلا ما في اداره، ما في عندنا استقالة مستقيل الاداره كلها سوا، نحن هلا عم نعالج الفريق بطريقه معينه، عم نحضنه ونحاول نقوي له معنوياته لحتى نيه ننطلق بالرتور بطريقه كثير مرتبه، واللعيبه حقهم محفوظ، ونحن نادي الحكمه ما بعمره قصر، ممكن مثل كل الفرق بنتاخر شوي بس بالاخر كل حدا كل لاعب بياخذ حقه، ما حدا بيروح عليه شيء ابدا. في اكيد رواتب اندفعت، وفي قسم منها بعد في تاخير، وهذا التاخير الكل بيعرف انه بعدة نوادي بيحصل هذا الامر. وانا رحت بقلب الملعب واثناء التمارين قابلتهم وحكيتهم، وكنت اول الداعمين لهم قبل ما اروح احضر مباريات فريق كره السله، كنت عم بحضر مباريات فريق كره القدم، وتابعتهم اكثر من مطرح، كنت عم بوكبهم حتى اقول لهم انه نحن حدكم كل الدعم المعنوي نحن مسعدين قدمه، ولكن هلا ماديا اكيد الامر المادي منه متعلق انا فيه شخصيا كوني رئيس الفخري. يعني ولا مرة رئيس الفخر كان هذا الموضوع هو على عاتقه وعلى مسؤوليته، هو داعم المعنوي له. نحن عنا نادي بفريقين، وفريقين درجة أولى، كرة قدم وكرة السلة، يلي غير نوادي ما عنده إياه. مش هلأ اليوم اللي بيتخلى عنا وبيترك لنا بيتركنا وبيدر لنا ظهره، بكرة لما تنفرج بالنادي الأمور ويزدهر النادي يرجع يركض بده يدق الباب يقول انا هون استقبلوني. يعني متفائل بالحسبه؟ انا متفائل جدا، مش هيك عم بقول لكل واحد لكل لاعب ولكل لكل فني بهذا النادي يعمل معروف يحمل معنا هلا هذا العبء، حتى بعدين مثل ما حملوا النادي سابقا يحملوا بالمستقبل، ولكن من يتنكر لنا اليوم